بلا جميل. خلينا ناخذ اتصال تليفوني بس دقيقه بس دقيقه. احنا لما استعرضنا قبل شويه الملاعب وقلنا انه راح تقام فيها 5 مباريات ما بين 3 مباريات في البطوله الرمضانيه على كاس رئيس الهيئه ومباراتين في تصفيات البطوله العربيه للانديه، وهذا حيربطنا في اشياء ثانيه. ابغى اخذ بس المهندس عبد الرحمن القضيب وكيل رئيس الهيئه العامه للرياضه للشؤون الفنيه. مهندس عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور طارق، مساء عليك وعلى حضور الكرام وعلى السادة المتابعين المشاهدين. الله يحييك. خلني ابدا معك بالجديد بعدين برجع لك للقديم اللي هو امس. يعني اليوم لما تقام مباراة واحدة فقط على ملعب مزروع او ملعب انجيلة طبيعية وصناعية ايضا بالتأكيد ستتأثر، لكن اليوم لما نتكلم احنا على 5 مباريات في يوم واحد على ملعبين مختلفين ل5 ساعات متتالية بالتأكيد هذه تحتاج الى جهد كبير جدا من العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامك صحيح طارق، ونقول لك حاجه يعني قبل اللعب. معالي المستشار التركي آل الشيخ، صدقني بدون 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 مجامله او بدون يعني عشان انا اعمل معك بشكل مستمر، ما في شيء يقول الا يقول انتم تستطيعون، انتم تستطيعون، ما في شيء مستحيل، ما في شيء غير ممكن، تقدرون. هو يثق في الشباب اللي موجودين عنده، وهو عنده روح المتابعه المستمره. في الحفل صدقني انا ممكن ارجع الحفل شوي. في الحفل كان الناس ما تدري عن هذا الشيء، لكن كان نفسه يوميا يحضر وفي ساعات متاخره من الليل، اتكلم قريب الفجر، ما يطلع لحد ما يتاكد انه كل شيء صار بادق التفاصيل. يمكن نسب للشباب نسب لمسؤولين الهيئه، وهذا صحيح لهم دور ومشكورين عليه كلهم، كل اللي في الادارات ما قصروا، لكن هو كان متابع بشكل مباشر. يمكن يزعل او يضايق اني انا اتكلم بهذه الاسرار او بهذه المعلومات، لكنه كان حريص جدا انه هو يرى بعينه كيف حيكون الصوره النهائيه. ايضا لما جتنا البطوله العربيه وجتنا البطوله الرمضانيه قال عبد الرحمن نستطيع، وانا متاكد ان احنا نستطيع. يثق دائما انه الشباب اللي موجودين عندي يستطيعون انهم يعملون. الشباب ايضا ما قصروا، اللي في ملعب مدينه الملك عبد الله استاذ عمار العمار والشباب كلهم في الشؤون الفنيه. يعملون صراحة من الصباح إلى ساعة متأخرة من الليل توصل إلى أذان الفجر. طيب ينامون 4 ساعات. طيب عندي سؤال في هذه الجزئيه تحديدا. لما قرر ان تنظم بطوله الدبليو دبليو اي للمصارعه في مدينه الملك عبد الله الرياضيه بالجوهره، في اصوات وانا من ضمنهم قلت يا جماعه الخير الملعب حيخرب علينا وعندنا منافسات كره قدم وعندنا بطولات مهمه، شي رجع الملعب مرة ثانية من جديد. اللي شاف الملعب في العين المجردة أثناء بطولة الـ WWE يعني صراحة قال هذا الملعب أقرأ عليه السلام انتهى. صحيح. هذا النقاش المعالي في وقتها لما قال انه خلاص حدد تعرف الدبليو اي وبرضه رزنامه عالميه، فقال يوم 27 ابريل واحنا نعرف انه كاس الملك حيكون قريب جدا، ممكن خلال اسبوع او 10 ايام، وهو بالفعل حصل انه كان 10 ايام او 12 يوم. قال لي عبد الرحمن انا ما عندي خيار ثاني وانا متاكد ان احنا نقدر. قلت له هي ما حصلت من قبل. قال لي عبد الرحمن ابحث وارجع لي، لا تستعجل الرد عليك. الرجل يثق ومطلع يعني يعرف ان هذه الاشياء ممكن تحصل. ما اعرف من هو جاب المعلومه، لكن بحثنا بالفعل ولو الخبره اللي موجودين ايضا في الشغل الفني بحثوا معنا فيه كمجموعه، وصلنا الى انه احنا يعني مثل ما تقول سوينا مزيج ما بين تجربه سابقه لاحد الملاعب في امستردام حصلت خلال وقت معين، ولكن عندهم حاضنات خارجيه، احنا لا احتجنا احنا نزرع من جديد في ملعب خارجي وزرعنا ملعب خارجي وتم نقله الى بطريقه الرولات الى داخل الملعب. وقتها كان المعالي يتكلم وهو قاعد يشوف الخطه كيف حيطلع الدبليو دبليو اي، كيف حيسوون ابلود يحفظون كل اللي حطوه في الميدان، وكيف احنا حندخل كزراعه. ففي مدخلين لباب الجوهره اقصد لارضيه الملعب، في واحد على يمين المقطوره وواحد على يسار المقطوره اللي تدخل منها الاسعاف وجهات المسانده دائما لنا في المباريات. فوضعنا الخطه انه الدبليو دبليو اي تطلع من المخرج في نفس التوقيت، يعني كل ما انت تمشي تقطع 10 او 20% من الازاله تقدر وضعيه المضمار او ارضيه الميدان. وكانت يعني بالضبط هي 3 ايام، لو نتاخر فيها ساعه او ساعتين حيخلص المشروع. كان يوميا يعني يا مثلا نكون موجودين عنده فيسال، او بالقليل انه يسال على الواتساب ماشيين حسب الجدول، ماشيين حسب الجدول. يعني الرجل متابع والله الى درجه ما تتخيلها. ممتاز. فولله الحمد حصل، يعني توكلنا على الله. المغامره من صفات القائد،
اللي ياخذ الريسك هذه صفه قائد، ما هو ما هي صفه شخص عادي. يحب التحدي، بيحس بالنجاح اذا هو تحدى، وسوى شيء ما قد حصل في السابق. والحمد لله رب العالمين تمت التجربه الوسط واستفدنا منها، وبالعكس ممكن نطورها في المستقبل. طيب سؤالي الاخير لك اذا سمحت، 3 مباريات راح تقام يوميا على بطوله كاس رئيس الهيئه الرمضانيه، هذه ما راح تؤثر على الملعب؟ يا ريت حتى كمان نشوف صور الملعب مره ثانيه على الهواء. ما حتاثر 3 مباريات متتاليه؟ ان شاء الله ما تاثر. احب اقول لك انه المهالي ايضا امر بان نجيب مدرجات اضافيه، وصلنا 1850 مدرج اللي هي في الجهه المقابله في الملعب الرديف، وايضا ان شاء الله خلال يومين خلال 48 ساعه قبل البطوله حتنضاف 2000 ثانيه خلف المرميين. نحن حريص انه ايضا العائلات تشارك بالحضور لهذه الجاليات المشاركه ايضا معنا في البطوله. ارضيه الملعب عملت لها صيانه مكثفه، وان شاء الله الشباب مواصلين في ارض الميدان مع الاستاذ عمار الحمار وجميع الطاقم الفني باذن الله حنستقبل البطوله الرمضانيه وايضا نستقبل البطوله العربيه في نفس الوقت. اعانكم الله وسدد خطاكم بالتاكيد، يعني في كميه انفاق وصرف على الامور الفنيه الخاصه بالملاعب، وبالتاكيد يعني شباب سعودي طبعا نفتخر فيه على المستوى الشخصي، وقاعدين تقدمون عمل ممتاز. تشكرون المهندس عبد الرحمن، الف شكر وموفقين ان شاء الله تعالى. شكرا لك، شكرا لك، ما قصرت، الله يبارك فيك، ما قصرت.